مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. ضيفتي النهارده موهوبه وموعوده بالنجاح، غزلت من جنونها عقلها وصنعت من الفن حلمها. عقلها بيحرس قلبها والتزامها بيسكن تصرفاتها ووضوحها اهم بنود حياتها. جاده وحاده، عنيده وبسيطه، ايقاعها سريع، افكارها لاهسه، تحب الحياه، تعشق المغامره، جرأتها ملهاش حدود، وتمردها كلمه السر في شخصيتها. خطواتها محسوبه بالقلم والمسطره، وبتصنع نجوميتها على نار هاديه. غابت عن الفن لمده سنتين وعادت اكثر اشراقا وتوهجا ونجاح. معايا ومعاكم النجمه التونسيه فريا اليوسف. الحمد لله على السلامه. ازيك يا ريال؟ الله يسلمك. ميرسي، اول حاجه ميرسي على المقدمه الحلوه. فعلا يعني كانك لخصتني في بعض الكلمات. It's simple easy. يعني هقولك ايه، ميرسي. السلام. غبتي لمده سنتين، ما كانش في اخبار عنك، كنت فين وبتعملي ايه؟ بصراحه ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده نهائي، بس سالت كتير كتير عشان قالوا لي انت كنت فين. هي دي مشكله، انا مش لاقيه رد غير ان انا اقول فعلا كانت عندي مشكله صحيه. هو يمكن سالت اكتر في بلدي ورديت في بروجرام، بس برضو ما اديتش تفاصيل خالص، واضطريت ان انا اقول ان انا غايبه عشان بتعالج بره. وكنت كل همي وكل شغلي الشاغل ان انا ارجع الحياه الطبيعيه، لانه جت فتره فقدت الحياه الطبيعيه دي من كتر الالم، من كتر الاوجاع اللي بحسها باستمرار بشكل شبه يومي، ودخلت في مرحله ياس من الالم اللي انا عايشاه. هي صراحه هقول انا ليه ما قلتش، هو سبب ان انا عايزه اكون نقطه فرحه عند الناس، نقطه ايجابيه. انا في الاخر فنانه بقدم لهم اعمال بتبسطهم، اعمال بتعيطهم، اعمال بيفتكروني بشخصيات، بس مش عايزه اشيل الناس اكتر ما هم شايلينه في يومياتهم واكتر من الحاجات اللي هم بيعيشوها كل يوم. الدنيا بقت صعبه، فانا داخله اقول مثلا انا دلوقتي في المستشفى يا جماعه او بتعالج، هو الناس مالها بالحاجات دي. انا تعالجت من سوكات بكل هدوء، صراعات نفسيه مع نفسي، ما كنتش عارفه امتى هرجع الشغل، ما كنتش عارفه هل هقدر ارجع للشغل ولا لا، بس الحمد لله بتوفيق من ربنا ومساعده دكاتره كويسين جدا بره في المانيا، عرفت ان انا الاقي الحل الانسب لمشكلتي وبقيت احسن. وده الاهم بالنسبه للناس، انهم يسمعوا ان انا بقيت احسن بكتير، والحمد لله بنسبه 80% انا تمام ورجعت للشغل، وكل حماس ان انا اقابلهم باعمالي مش بالامور الشخصيه والصحيه بتاعتي. بالتاكيد الفضول يعني بيحكمني ان اسالك ايه اللي حصل. هو الخبر اتسرب وانا اصلا في المستشفى. لما اتحجزت في المستشفى انا اتنقلت بالاسعاف واتحجزت، وفي صحفي للاسف كتب الخبر وانا اهلي ما كانوش عارفين ان انا في المستشفى وقتها، وتكتمت على الموضوع. ولما جالي الخبر قالوا لي انه ايه حصل ايه، انا وقتها كنت تحت تاثير الادويه، كلمته وانا تعبانه جدا، قلت له ارجوك شيل الخبر ده عشان انا اهلي ما يعرفوش ان انا في المستشفى. فعرف ما رضيش ومش عارف ايه، حصلت تدخلات من زميلات واصدقاء بحبهم جدا، هم ريم ميلاد وراندا جابر من الام بي سي، تدخلوا وكلموه
وقالوا له لو انت مش هتشيل الخبر ده مش هتبقى ريبورتر تاني معانا. فوقتها حصل تكتم تام على الموضوع ده. بس لو انت مصر انك تعرف، هي حادثة لظهري حصلت، كنت انا بركب حصان من زمان، من ايام لما قابلت سلوم حداد في تونس سنة 2002، وكان عايزني في مسلسل اسمه مريم دورة الشرق. انا من وقتها حطيت في قلبي وقلت لا، طالما هتجيلي مسلسلات تاريخية فلازم اركب حصان واعرف وابقى متمرسة في الموضوع ده تمام. فالتجربة دي حبيتها، بقت هواية وبقيت بركب على طول، لدرجة ان انا بركب من غير سرج. فحصل ان انا في مرة برضو ركبت من غير سرج، والحصان للأسف حصل له حاجة هو ضايقته، فبالتالي اتقلبنا احنا الاثنين. القلبة بدل ما يعني كنت الدماغ وقتها بتقول خفت لا اكسر ترقوة ودراعي، فميلت وانا نازلة هبت على الارض هبدتين كبار، فحصل كسر وانزلاق في يعني كسر فقره واختفاء لغضروف وانزلاقين لغضروفين تانيين، ال 3 وال 4 وال 5. فابتدت رحله الالم والعلاج وكل حاجه، وقالوا لي انه لو عملت عمليه في الفتره دي يعني يمكن الالام ترجع بعد سنتين ثلاثه اكتر، هيريحوني الفتره بس. وده كلام كل الدكاتره، سواء دكتوري اللي كان هنا في مصر او الدكتور الالماني اللي هو دكتور ميلر اللي انا بتعالج عنده في المانيا. فباخد حقن كتير قوي في وسط العمود الفقري من غير جراحه، بس هي مؤلمه نوعا ما، لكن كنت باخدها بشكل مكثف لفتره ما. وبعد كده بقيت بدل مثلا ما اخدها زي الاول مره كل شهر، بقيت باخدها بعد كده مره كل 3 شهور، دلوقتي مره في السنه، ولازم اعمل علاج طبيعي مره في الاسبوع مدى الحياه وبس. الحمد لله تمام. يعني انا مش عايزه الدراما دي ومش عايزه اتكلم كتير عن الالام اللي انا عشتها، بس لو عايزه الخص يعني اثرت عليك؟ اثرت عليا، عارف انا من كتر الالم جات لي حاله يعني فقدت الامل، الالم كان شديد ما اقدرش استحمله. ما تمشيش تاني؟ انا كنت الفتره ما بمشيش فعلا، يعني الفتره اللي حجزت فيها في المستشفى ما كانوش عارفين حتى ينقلوني من سرير لسرير، كان ممكن الصريخ بتاعي بس تسمعوا الطرقه كلها. وبعد كده لما طلعت من المستشفى الالم مستمر، وما اعرفش حتى اقعد لمده ساعه على بعض، ما اعرفش اسوق عربيه لمده ساعه على بعض. موضوع كبير جدا لدرجه ان انا مش عايزه كلامي يتاخد على غلط، بس فعلا وانا بكلم ربنا في اسوأ حالاتي كنت بقول له يا رب انا لو جالي كانسر كان ارحم بالنسبه لي، لانه الكانسر يا في امل يا ما فيش امل، يا كده يا كده، يا هتخف يا 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 تخلص بمأساة في الاخر. بس ان انا اعيش موجوعه كده مش قادره، يعني مش عارفه حدود الالم ده فين، ومش شايفه اخر النفق المظلم اللي انا فيه، مش شايفه اخره. فتحليت بالصبر، يعني حتى لما كنت بروح لالمانيا في الاول ما كانش في نتيجه، يعني بعد الزياره الاولانيه والثانيه وباخد الحقن، وصلت مره قاعده قدام الدكتور وكانت دموعي نازله لوحدها من غير ما وشي يتحرك، بقول له انا قدامك دلوقتي عشان انت تنقذ حياتي. بص لي كده، قلت له بالألم ده مش عارفة أعيش حياتي، مش عارفة أكون طبيعية، مش عارفة أقعد زي الناس لفترة طويلة، وشغلي كله واقفة وكله قاعدة وسواقة والحاجات دي كلها، أنا مش عارفة أشتغل، مش عارفة أجامل الناس حتى لو اتعزمت في حاجة، ما أعرفش، مش عارفة ألبس هاي هيلز مثلا، ناس كتير ما إحنا برضو مش بنسلم الحاجات دي، وفي ناس للأسف ما بترعيش عشان إحنا هم بيعتبرونا ملكهم، بيعتبرونا أشخاص ممكن يكتبوا لهم أي حاجة، يعلقوا على أي حاجة بالطريقة اللي هي بتناسبهم بتريحهم، أو الطريقة اللي بتعبر عن تفكيرهم هم. أنا طبعا ما أقدرش أكون مسؤولة عن هم اللي هيكتبوه، لكن أكيد هيوصلني. فبرضو في الألم والوجع اللي أنا فيه، أول حاجة أنا مش مركزة مع العالم الخارجي، أنا مركزة مع حالتي وإزاي أطلع من الحفرة الضلمة اللي أنا فيها، وفي نفس الوقت مش قادرة على حاجة تتكتب غلط في حق صحتي اللي هي
مصدر قوتي ومصدر ان انا بس اشتغل الانسان الفريال بيحتاج حد يطبطب عليه في المرض تحديدا ويقف جنبه بس كان ممكن يقول له سلامتك. هو انا مش عارفه هستعمل كلمه كده مصريه غلط الكلمه دي ولا لا، هو بيقولوا السف صح، حد مش مستحمله الناس تسف على الوضع ده، يعني يقول لك اه اشمعنى حوريه وقعت حصان وانتي برضه، ما هو ممكن في كلام غلط الناس هتاخدها تريقه، واحنا مش حمل ده، احنا ممكن نستحمل حاجات كتير، ممكن استحمل دلوقتي بس وقتها انا ما كنتش حمل الكلام ده. طب مين من الفنانين كان جنبك في الازمه الصحيه؟ ما حدش كان عارف، قلت لك خالص. حتى اهلي ما اقدرش الوم حد نهائي. يعني انت كنت لوحدك خالص؟ خالص؟ خالص، كان بس الصيدلي بتاعي ومراته ربنا يحميهم ويخليهم، فعلا هم كانوا بيقولي دكتور وفائي طبعا لانه بعرفه من قبل ما اخش المستشفى، وكان عندي بعض الالام في ظهري كنت بروح له بتاع، جه واطمن عليا كتير. المدرب بتاعي قبل كده، هما الاربعه اشخاص دول اللي جم واللي كانوا عارفين، المدرب الشخصي اللي كنت بتمرن رياضه معاه يعني. كنت بتصوري فيلم محمد حسين مع محمد سعد ساعتها؟ استنوني وقتها بعد ما طلعت من المستشفى وخلصنا. انا بالنسبه لي كملت التصوير ازاي وانت تعبانه كده؟ بص كنت تعبانه جدا، كنت مره عم احمد السبكي طلع الكرفان لقاني من شده الالم بعيط، بعيط وعينيا ورمت، بيقول لي في ايه يا فريال؟ بقول له انا خدت حقنه دوالتران وهتشتغل دلوقتي بس انا قادره اقف، عارف يعني انا خايفه اقول ان انا موجوعه، يمكن عارف مرات المنتجين يقول لك بينه يقول لك مثلا هنرشح فريال لا دي على طول مثلا مش قادره او تعبانه او، عشان كده اختفيت. وبعد كده لما جالي فيلم تاني، فيلم ماكو بعد الازمه بتاعتي، لان وانا في عز الازمه تعرض محمد حسين وبعد كده جالي فيلم ماكو، كنت خلاص قادره ارجع شويه شويه للشغل بس مش لفتره طويله، قالوا لي فتره التصوير بتاعتك هم 20 يوم بره، قلت لهم تمام، وحصلت تعديلات تخص الشخصيه دي عشان التانكات بتاع الاكسجين ما تبقاش تقيله عليا قوي، حصلت تعديلات والموضوع عدى سموث جدا والتصوير عدى سموث، وفعلا ما خدناش ايام كتير قوي في التصوير، وروحت لبلدي وريحت كل حاجه. الحاجه اللي جت على بالك او على ذهنك في اقصى لحظات الالم كانت ايه؟ في افكارك جات لك زي مثلا فكره انا هشتغل ازاي وانا كده؟ انا بمثل من وانا سني 14 سنه، مع اني عملت ماسترز وحاجات وخلصت دراستي وكان ممكن اروح لاتجاه تاني، بس حسيت ان انا ترعرعت في الفن من وانا صغيره، وبقيت نجمه صف اول في بلدي من سنه 2000. ما كانش بالهين عليا ان انا احس مش قادره انزل اشتغل او هيفصلوا لي حاجه على مقاسي، يعني فيلم ممكن افضل اسبوعين بصور فيلم او 3 اسابيع، بس المسلسل هتضطر انك تبقى رايح جاي وتفضل، زي ما حصل مثلا مؤخرا في سكر مر، اول يوم تصوير انا 20 ساعه كاميرا، مش انسى يعني ساعه رايح وساعه جاي وساعه تحضير ونص ساعه بريك مثلا، انا 20 ساعه كاميرا، فدي محتاجه صحه، محتاجه ان انا اخلص مشهد اجري على الكرفان اغير وارجع، لانه ده كان ديكوري ومشاهدي وكل حاجه، فما فيش مجال للراحه، ما فيش مجال اقعد، كل ده محتاج صحه. وبعدين في قمة يأسي أنا كنت راضية على فكرة، لا راضية موجوعة، وقلت لك إن أنا كنت بتكلم مع ربنا من جوايا كده، وحتى بصوت عالي لوحدي كده، بحس إن هو اللي بيطبطب عليا، بحس إن احتمال يكون في أمل. وقالوا لي إن العملية ممكن ترجع لك الألم بعد فترة، بس لا في أمل، فأنا حاسة إن ربنا مش هيسيبني لأنه في حاجات هو عارفها، كنت متأكدة انه مش هيسيب، عارفها، عارف في الشخص، عارف في ريال حاجات وقفت لي في حياتي. يمكن انا على مدى مشواري في الحياة يمكن وقفت مع ناس كتير وكان عندي يقين انه ده هيوقف لي، وفعلا والحمد لله بدليل ان انا اول ما رجعت في صدى للحاجات اللي بتتعرض، فيلم او 5 حلقات صورناهم في 10 ايام، كان ليهم واقع ووراهم تكريم وكل حاجه، الحمد لله دي نعمه ما سابنيش. بتجيلي زي ما قلت لك حالات يأس، اللي هو بقول
ليه انا ما فكرتي طيب انك انت ممكن ما ترجعيش تمثلي تاني؟ هتعملي ايه؟ حددتي فكره قلتي هعمل كذا؟ بص انا ست صلبه في حياتي، قويه، عديت بكتير ابس اند داون، وتحديت نفسي في حاجات كتير قوي. مفيش حاجه ممكن توقفني الا ربنا، وانا برج القوس كمان، فلو حددت هدف، لو كلفني 10 سنين، لو هضطر ان انا اعيد حياتي من الاول من الصفر هعيدها. ومفيش وقت تقدر تقول انا مش هعرف ابتدي فيه. والله لو سنك 50 سنة، لو في ارادة، حتى لو معكش فلوس كتير، اروح انزل اشتغل اي شغلانة تانية بتحصل. في ممثلين بطلوا المهنة وراحوا اشتغلوا شغلانة تانية. ممكن اتخلى عن حياتي مقابل ان انا حياتي اللي انا فيها، مقابل ان انا اشتغل شغلانة تانية عشان اعرف اكل بس. ما يضرش، انا بجنيه اعرف اعيش، ب100 جنيه بعرف اعيش، مش كلام. لو ربنا قدر لنا ده لازم نلتزم بيه ولازم نرضى بيه. لو هو الرضا اهم حاجة، الرضا باللي ربنا كتبه لك، في الصحة، في الدخل، في انك مثلا عندي حالة رضا، ما عنديش اطفال، ما عنديش اسره فيها اطفال، عندي حاله رضا وتصالح نفسي. كل واحد ربنا مديه 24 ايراد في حياته. ال 24 ايراد دول بيتوزعوا على البني ادمين زي بعض. ربنا اداك حاجات، خد مننا حاجات، انت هون عليك حاجات، انا لسه صابر على حاجات تانيه. حسيتش بالندم؟ قلت يا ريتني كنت عملت اسره، كان معايا اولاد وزوج. طب تخيل ان انا في عز ازمتي قلت لو انا كان عندي اطفال هعمل ايه؟ ناس كتير قوي هتقول اه هيكون عندك واحده ست وتساعدك ومش عارفه ايه. لا يعني، طب افرض ان انا مثلا الست دي اجازه وابني بيعيط في سريره وعايز حد يشيله، انساني، طب عليكي، خدك في حضنه، يقول لك سلامتك، زوج. انا صحتي وقتها مش قادره تشيلني، فما بالك هشيل عيله؟ ما هي الزوجة والأم التزامات. ده أنا لو تخيل أنا في يعني لغاية من فترة قريبة لو حد سحبني غلطة كده، يعني مثلا تخيل ابنك يسحبك السحبة دي، أنا ممكن توجعني فبتحير ألم لمدة يوم أو يومين، أضطر بقى جل ومش عارفة إيه وكريمات وحاجات كده عشان أشيل الالتهابات وباتشز وبتاع. لغاية النهاردة الكلام ده، يعني having kids برضو مش حاجة بسيطة، محتاج اهتمام، محتاج رعاية. أنا ما كنتش قادرة أراعي نفسي، أنا مش قادرة أقف لنفسي، فما بالك عيلة؟ يمكن برضو ده سبب. بص هي أقدار ربانية. لا أكيد واضح كل حد في الدنيا بيتمنى. مش تحملي الناس أي حاجة خاصة بآلامك. آه لا، واضح طبع. إن أحزانك لنفسك، آلامك لنفسك طبع. مش لغيرك، مظبوط؟ طبعا. آه. ليه؟ إيه عشان هي الأحزان دي مش ابتلاءات من الله؟ ما الناس التانية عندها ابتلاءاتها، أنا أحملهم أكتر من طاقتهم ليه؟ هما مش سايكل بين عشان أنا أرمي فيهم الحاجات دي. يعني حتى والدتي أو والدي بحكي لهم بعد ما تتحل المشكلة، ما مش مشكلة صحية بس أي نوع مشكلة في حياتي، وفعلا هما لو اتفرجوا على الحلقة هيأكدوا ده. أي حاجة بتحصل لي مش لا ماما انهيار عندها كان يعني بتاع عياط، وفعلا هي حتى لو عرفت وقتها مش هتعرف تجيلي. والدي كان عنده حزام ناري وقتها في الفتره دي وكان تعبان جدا، مش هتعرف تركب طياره ولا معاه ولا من غيره عشان تجيلي. فهي هتفضل يا تتصل بيا عشان تطمن عليا، وانا اصلا انا اسفه لو قلتها كانوا مديني كل المخدرات بتاع الجدول اللي موجوده في المستشفى، فانا في حاله لا وعي، انا مش موجوده، انا مغيبه خالص. فمين اللي هيرد على التليفون؟ انا تقريبا most of the time يعني 80% من الوقت انا لوحدي في الاوضه، فمحدش هيقدر يطمنهم عني ولا انا هقدر ارد على التليفون. فهغلبها وهزعلها وهتفضل قلبها بيتقلب عليا وقلقانه عليا وهي مش عارفه تصلي. فكان الموضوع يعني لا انا بص بقرا حساب كل حاجه، وهم اكيد بيتفهموا ده في الاخر، عارفين انه ده لمصلحتهم برضو. وانا انسانه بعرف اتصرف في حياتي، يعني مش بحتاس، كل حاجه ليها حل. انا بشوف ان مفيش حاجه مستحيله وكل حاجه. ماما هي يا روح قلبي ربنا يخليها حبيبه قلبي. انا الست دي بص انا والدي ووالدتي لو حطيتوا لي صورهم انا هحاول في البروجرام ده ما اعيطش. يعني كل ما بشوف صورهم دمعتي بتفر، بس انا النهارده لا ليه؟ كده مش عايزه ابوظ الميك اب. انا النهارده مقرره ان انا مش بتفر ليه؟
دايما بقولها من وانا صغيره، انا لو ربنا هيخلقني من تاني وهيخيرني ان انا اختار بابايا ومامتي، هختار نفس الام ونفس الاب. ما فيش اروع، دي ام، دي ام بكل التفاصيل لغايه النهارده. لغايه النهارده الام دي بتسالك انت اكلت ايه وما اكلتش ايه، ورايحه تمرينك وبتسال ماما، بتكلمني 3 4 مرات في اليوم فيديو كول، واهتمام دقيق عشان قلبها يطمن، وفرحتها يعني فرحتي تفوق فرحتي لنفسي. والدي انسان راجل طيب جدا، لغايه النهارده في سني ده ما حدش قال لي فيه كلمه عيب، ولا حد اشتكى لي منه على مدى لغايه الاجيال اللي هم ولاد اخويا دلوقتي، عارف يعني مش اصدقائه بس، اصدقائي والناس على مدى اجيال. الراجل ده بالاجماع بيقولوا قد ايه راجل طيب. هو فعلا حاجه ما حصلتش، ربنا يخليهم وبموت فيهم قوي، بيحميهم يطول في عمرهم يديهم الصحة، أهم حاجة الصحة. ربنا يخليهم لك. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. هل عندك أي خطوط حمراء في اختيار أدوارك؟ أنا الفيلم اللي بعديه حصلت مشكلة مع مخرج، الدنيا قامت وقالوا قتال كله اتفرج علينا. إيه اللي بيجذبك في الراجل؟ أنا فركشت فرحي قبل 3 شهور. مين السبب، أنت ولا هو؟ حصلت خيانة. طب فاكرة الراجل اللي دمر عربيتك علشان رفضتي حبه؟ مين قال لك على المعلومه دي؟ اسباب خلافك ايه مع هند صبري؟ هي عارفه ان انا اللي زعلانه. دورك في فيلم بالالوان الطبيعيه كتير قالوا عنه ان هو كان دور جريء، في مشاهد جريئه البعض هاجم. مشاهد